السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا دوزتوا العيد على خير وبخير، دوزتوا مزيان. اليوم غادي نديكم معايا، غادي نمشيو نشريو اللوازم ديال المدرسه ان شاء الله بحول الله. واحد الخريجه فيها حرق الراس شويه، لان كان حماق ملي كندي الدراري باش نشري لهم متخرج المدرسه، الراس ديالي كيدوخ. غادي نضربو دوره خفيفه معايا، خليكم معايا نضربو دوره خفيفه في كارفور نشوفو تما كاينه الاجواء. كنفضل انني نتقدى دابا بحد مازال العطله، لان كيكونوا شويه المجازات شويه مخفوطين، يعني ما كاينش الناس بزاف، ما كاينش من الاحسن. الو غادي ناخذو اللي غادي يخصهم، وهانتوما معايا. وغادي نشوف الا بقى لي الوقت في الفيديو ان شاء الله بحول الله، غادي ندير لكم واحد الوصفه خاصه ديال الكلف، طلبوها لي بزاف ديال البنات في الانستغرام، ومازال ان شاء الله غادي نحط لكم الانستغرام ديالي. ولا كان شي تسؤالات ديالكم حطوها لي في التعليق، مرحبا بكم. كيف ما قلت لكم حبيباتي، حنا جينا ناخذ اللوازم ديال المدرسه اللي بينا كنوجدو من بعد العطله، لانها قربت بقاو كاع تقريبا جوج الاسابيع قبل ما يوقع الزحام. ناخذوهم دابا قبل ما يوقع الزحام، ملي كيرجعوا الناس من العطله كيكون ازدحام. هانتوما كتشوفوا كارفور دابا خاويه، يعني ناخذ هاد الكتوبه ديال وليداتي، الله ينجح وليدات المسلمين اجمعين ان شاء الله. دايرين اثمنه زوينه زعما في كارفور بصراحه، زعما ما كاينش شي اثمنه اللي غاليه للعيالات اللي ساكنين في فرنسا. وفي المغرب يمكن حتى هما كيديروا نفس الاثمنه على ما اظن، اثمنه يعني زوينه. يبقى كنتمنوا النجاح للجميع. اهلا بقاو معايا البنات، هانتوما حبيباتي الكتب اللي خدات. الخرابق المخ ديالنا تقلب، لي كلاسور ديال الصباغه، لي فيتر، لي كريون كولور. نعم الحماق الحماق الحماق، الله يعاوننا عليهم وصافي. ما كيشريو هاد التخربيق ديالهم حتى كنكونو حنا حماقين. والله القسم الا حماقيت، والله القسم. عندك عندك صافي، كوشي كوشي بوبي. صافي خديناهم. البوشيت دو بابي ميليستري نورمال با الباكيت ديال البربون جوانا قبيله، ولا كان فيلمي فيك بخبارك تلقاي موضوع حطاطا في اليوتيوب. صافي خديتي كلشي يا بنتي، سي بون يلا نمشيو بحالاتنا، يلا 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 بنتي. والله الا شدتني الدوخه، شوفي الناس كلهم مشاو بحالنا، بقينا غير وياك. شوفي والله شوف، يلا زيد. صافي سالينا؟ نو صافي بنيتي، والله العظيم الا سالينا صافي. والله بنيتي لا حماقيتي بالله، سي بون. ها الكولا، ها ها الكولا، لا كول لا كول، ها الكولا. يلا هزي هزي عتقي. يلا هو دغيا هزي اللي عجباتك. يلا بنيتي وزيدي زيدي، والله العظيم الا دخنا. صافي خديتي، مازال كتزيدي تهزي. ناري 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 ناري، يلا زيد الحيله زيد زيد بنيتي، الله يعفو علينا زيدي. مازال ما ساليتي ابنيتي، راني ضغط. ها لي ستيكات، ها فتري بقاو تلعبوا بهم. يلا دغيا، يا نورمال ما غاتك يا وحده، فرقيها انت وخوك، على مالك واخدين لي جوج باكيات. مي لا كو دو سيبو، اه اميتي اميتي 30 تيكيت مدينا. يلا سير على الله سير، لا لا داكشي اللي بقالك. لي كومبا عندك؟ على ديال العام اللي فات فين مشى؟ عام ما يلحق عام، الله يستر. هادو تقولي لي غادي نشريهم، لقى جك هنايا.
لان العام اللي فات خديتهم شي ثلاثه المرات ولا اربعه. انا مو جيت غادي regardez quoi. C'est bon, l'ensemble. Ah ben c'est... Allez, tu l'as encore. Oui, parce que genre, tu m'enlevais là. Il y a tous les écouteurs, c'est parti. Dites. C'est ça ? Non. C'est l'ensemble ? Non. Tu les as déjà achetés, c'est bon. Ah oui. Pas deux fois. T'es venu ou ce que tu... شنو خصهم ما كيهزوش حتى بزاف عباد الله. شتي هذا يسقط هو اللي خصهم ما كيهزوش حتى بزاف. هذه كابوغال بعدا كبر منها. كابوغال احسن منها وكبر منها. لا رجع نشوف من صوتي كيما كيف صغار ما يهزش هذا. سي اون فري سافرو برا. كان عندك اللي عام اللي فات ما كانش كيهز لك بزاف. بعدا لي تخوس عندهم لو شوا لا الوليدات ولا البنيتات. بصراحة كاين غير الله يهديهم شي حاجة مبقات كتعجبهم. هاتو دابا اش كتعجبني انا كخوك كتجيب لك شكيلات أميرتي إن شاء الله. كالكولاتريس اللي خاصهم ديال الكوليج راها بستاش تسعة وتسعين. هاك اخوتي كنهدي لكم هذا الورد كامل. بعدا كاين كيفوج على القلب. الله شحال كتعجبني كارفور تكون خاويه. الله البنات حتى شريت لي كلاسور عاد لقيتهم في اكسيون. هانتوما لو بخي ديالهم 79 سنتيم. كيدير انه كاين لي تروس 79 في اكسيون. كاين لي بوشيت ديال الكلاسور 89 كاين 59 خلاص. هنا كاين ستيلويات هنا سكوتش. Pourquoi le dimanche
هنا بصراحه البنات في اكسيون كاين لوازم بزاف ديال الحوايج اللي كاينين هنا الخاصين على كارفور، مع انني خديت تقريبا كل شيء من كارفور، ولكن ملي لقيتهم الخاص قلت غادي نصورهم. بعدا كاين اللي مازال ما شراتش تمشي تبدا باكسيون هي الاولى، فيها حويجات رخاصين وناقصين على كارفور. انتم البنات كاينين هنايا دوك لي كاي صغار، كاين هادو 99 عندك 4، اللي بغى ياخذهم بحالهم بحال كلاسيك. مره اخرى السلام عليكم خوتي خواتاتي، صافي رجعنا من المكازا، خديت لهم دوك اللوازم المدرسيه اللي كانوا خاصهم. الحمد لله بعدا تهنينا من هادو، بقاو لنا عاوتاني غير الحويجات ديال الدخول المدرسي حتى لشي نهار ان شاء الله بحول الله. دابا غادي ندير لكم وصفه ديال الكلف اللي طلبتها مني واحد الاخت، قالت لي واش تقدري تحطيها لنا في القناه، لان ديجا كنت عطيتها سبق لي عطيتها لواحد السيده وشافت النتيجه ديالها عجباتها وكل شيء، قالت لك من الاحسن تحطيها لنا في القناه هكذا باش ان شاء الله بحول الله نقسموها مع البنات ان شاء الله، ويقدروا يستعملوها حتى الدراري، لانه كاين شي دراري اللي كتطلع لهم تما الكحوليه ديال الشمس وديال كل شيء. انا ما عنديش الكلف، ولكن ملي كنكون كنصوق يديا كيكحالو، يعني كيكحالو بداك الشمس، كنستعملها حتى اليدين. يعني بالنسبه لهاد الوصفه هذه تقدروا تستعملوها للوجه وتستعملوها اليدين، واللي كتكون كتلبس الكلاكيطات ودوك لي صندال وداك الشيء في الصيف كيكحالو حتى رجليها، تقدر تستعملها حتى لرجليها. غادي نبداو بسم الله. عندنا بصله، انا كندير الحمراء ولكن تقدروا ديروا حتى البيضاء ماشي مشكل، يعني غادي نحكها وداك الماء ديالها غادي نصفيها مزيان، غادي نحكها بالحكاكه هكا الرقيقه ونولي ندوزها في الصفايه هنا، يعني محتاجين غير الماء ديال البصله. عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وعندنا معلقه ديال العسل. بالنسبه للعسل البنات اي عسل كان عندكم متوفر عندكم في الدار غير يكون ديال النحل، ما يكونش العسل الاصطناعي اللي كنستعملوه بالسكر او بشي حاجه واحده اخرى، يعني ديال النحل يكون كيف ما بغى يكون. غادي نحك البصله ان شاء الله ونرجع معكم. ها انتم اخوتي البصله كيفاش حكيتها، دابا غادي نديرها في الصفايه وغادي نبدا كنصفيها. ها انتم اخواتاتي انا دائما كنستعمل هذه ديال العسل، راهم عندي جويجات، واحده كنخدمها على حساب العسل، واحده كنخليها خاصه للخلطات كتعجبني ديال الخشب، راك عارف انا فرنسا ما كنش معلقه صغيره ديال الخشب كيف نبغيها. انتم حبايبي كتشوفوا كي كيتعصر الماء ديال البصله مزيان، وكنعبر منه معلقه. انتم حبيباتي ديك البصله غنديرها في هنا في الطبسيل هذا باش نعبر معكم القياس نيشان. انتم معلقه د الماء ديال البصله، معلقه انتم على هذا الشكل هك ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال العسل كما قلنا. انتم حبيباتي معلقه ديال العسل كما قلت لكم، كنخلط دائما الخلطات انا بهذه ديال الخشب باش ما كيكونش تاكسد ديال المعدن. غادي نخلطها ونرجع معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. هانتوما حبيباتي كي كيولي هكذا كتدهنوا به، البنات اللي عندهم الكلف كتدهن غير فوق البلاصه اللي فيها الكلف، ومني ما كيبقى لهمش الكلف هذيك الساعه تقدر دير على وجهها كامل الا حول العينين هذوك لا ما تقاش، لان فيها البصله وغادي تحرقها بزاف. ونصيحه للبنات ملي تكونوا غادي ديروا من الاحسن تنعسوا على ظهركم وديروا قبالتكم واحد المرايه صغيره ودهنوا وجهكم، ملي كدهنوا هكاك باش البصله ما كتطلعلكمش لوجهكم. واليدين عاوتاني نفس العمليه هي على حسب اليدين كديروه على اليديدات. من بعد البنات ملي كديروه لمده 10 دقائق على الوجه و15 دقيقه على اليدين. ملي كتغسلوه كديروا المرطب ديالكم الكريم ديالكم اللي كديروه في العادي ديال الكريم اليومي اللي كديروه دائما،
واللي ما كديرش كريم يعني ضروري اي مره كدير الكريم، ولكن اللي ما بغاتش دير الكريم وكانت دارته قبل وغسلت وجهها وعاد دارت هذه الخلطه، تقدر دير زيوت الليمون، فكدير اما زيت اللوز اما زيت ديال نواه كوكو ولا اي حاجه. مهم من بعد اي ماسك كيف ما بغى يكون ديروه لوجهكم، خاصكم ضروري ديروا موراه مرطب. البنات كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم، شكرا لكم، شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا على الاشتراك ديالكم، كنشكركم بزاف. واللي عندها شي تساؤلات ولا عندها شي حاجه بغات نديرها تكتبها لي في التعاليق. شكرا ودمتم بخير يا حبيباتي. راني حتى ساليت وتدرت يدي، ها نتوما كنتما كتشوفوا. عاد فكرت انني خاصني نقول لكم ديروها يوميا، البنات اللي عندهم الكلف ديرها يوميا، كل يوم ديرها لمده 10 دقائق الى حتى ما كيبقى لهاش الكلف. شكرا لكم وسمحوا لي انه راني دخلت من برا، والله القسم الا دخلت راني مساليه، درت لكم هذا الفيديو هذا النهار الى راني مساليه مع داكشي ديال الدراري. الي حبيباتي شكرا لكم وسمحوا لي، والى اللقاء ان شاء الله.